النهاردة كان بيستقبل ضيفا مهما، استقبل رئيس نادي يانج أفريكانز هيرس سعيد، ده رئيس رابطة الأندية المحترفة، وأيضا أعتقد تفاصيل كثيرة جدا في هذا الاستقبال وهذا النشاط. معنا على الهاتف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي والذي استقبل المسؤول التنزاني الكبير. دكتور سعد مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، مساء الخير مهندس عدلي، ومساء الخير على جمهورنا الكبير اللي بيتابع قناه النادي الاهلي. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانتم طيبين، وكل مصر بخير، ويعود دايما الايام على مصر بخير، ودايما رؤيتها مرفوعه بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك ان شاء الله علينا، يعودوا بخير دايما على مصر وعلى كل المصريين وعلى جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. يا دكتور سعد، انت كده شكلك بتجهز نفسك تشتغل في السلك الدبلوماسي كل يوم والتاني، ربنا يكرمك وتستقبل حد يا على مستوى دبلوماسي رفيع، يا على مستوى رياضي رفيع، رؤساء انديه، رؤساء اتحادات، مسؤولون كبار، ربنا يقويك. لكن ضروري الزياره بتاعت النهارده دي فيها بعض الخصوصيه هتقول لنا عليها. يعني خليني اخد من كلامك كابتن عدلي، دايما اتعلمت منك كتير، لما يجي حد يقول لك مهندس الصفقات تقول له لا انا مش مهندس الصفقات النادي الاهلي، هو مهندس الصفقات اللي بيهندس الصفقات هو النادي الاهلي. وفي الحقيقه قيمه ومكانه النادي الاهلي هي اللي بتدي لك الفرص انك انت تبقى موجود داخل مؤسسه وطنيه عريقه، في الحقيقه مش بحكم انتمائنا للنادي الاهلي ان احنا نبقى فخورين بيه، يجب ان يفتخر بيها كل مصري وكل عربي. في الحقيقه ان في مؤسسه بحجم النادي الاهلي وبقيمه النادي الاهلي وبمكانه النادي الاهلي في الحقيقه بتدعونا كلنا بالفخر. يمكن انا النهارده شرفت بتكليف من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، لانه كان حريص ان هو يكون هو اللي يكون في استقبال رئيس نادي يانج افريكانز من تنزانيا، لكن الظروف الصحيه في الحقيقه احالت ان هو يكون موجود النهارده في استقبال هذا الضيف الكبير، اللي في الحقيقه قال مجموعه من الكلمات والعبارات الصادقه، لكنها في نفس الوقت خلتنا كلنا واقفين فخورين بالنادي الاهلي وفخورين بانتمائنا للنادي الاهلي وفخورين بانتمائنا لجمهوريه مصر العربيه. يمكن زي ما حضرتك تفضلت مشكورا، يمكن كان عندنا خلال الاسبوعين الماضيين سلسله من الزيارات اللي هي سواء كانت على في الجانب الدبلوماسي من دوله قطر الشقيقه، من جمهوريه الارجنتين، من دول مختلفه، والنهارده كان عندنا رئيس يانج افريكانز. وفي الحقيقه هي دي الزياره الثانيه لرئيس يانج افريكانز، وهو حريص على انه يؤكد على انه عندما يتواجد داخل القاهره، قاهره المعز، القاهره الكبرى، القاهره العظيمه، يبقى حريص على زيارة القلعة الكبيرة في القارة الأفريقية لصناعة الرياضة وعلى رأسها كرة القدم هي النادي الأهلي، وكان موجود في سنة 2014 في الحقيقة في زيارة أيضا للنادي الأهلي، لكنه كان أيضا بيبقى حريص بمناسبة وجود مباراة غدا مع فريق النادي الأهلي أنه يتواجد داخل جدران النادي الأهلي، ودعا كل الفريق الإدارة اللي موجود في يانج أفريكان أن هو يكون معاه، منهم البعض يزور النادي الأهلي لأول مرة، وكانوا يؤكدون على انهم حريصين على هذه الزياره. ليه حريصين على هذه الزياره؟ زي ما ذكر في الحقيقه مشكورا رئيس النادي ان النادي الاهلي هو كبير افريقي، هو اكبر نادي في القاره الافريقيه وبيقدم تجربه فريده يجب ان يتعلم منها الجميع. في الحقيقه عندما سمعت هذه الكلمات اصابتني اصابني الفخر الكبير في ان انا اكون موجود داخل جدران هذه المؤسسه العريقه. ايضا كان يؤكد على ان من يقود هذه المؤسسه العريقه الكابتن محمود الخطيب هو رمز من رموز كره القدم الافريقيه، لانه احد اللاعبين الذين فازوا بالكره الذهبيه سنه 1982، ويقود هذه المؤسسه بنجاح فريد ونجاح يستحق الاعجاب من كل شخص داخل القاره الافريقيه. وان هم لما حضروا النهارده، انا في الحقيقه بكرر الكلمات وانا بكررها دلوقتي برضو، بشعر بنفس الفخر ساعه ما سمعتها منه. صحيح هو يتحدث عن حقيقه، لكن هذه الحقيقه عندما تسمعها من الاخرين
وتسمعها بصدق وتسمعها ايضا من رئيس نادي ورئيس رابطه الانديه الافريقيه ورئيس نادي بحجم يانج افريكان. في الحقيقه هو ايضا له تاريخ وله 9 مشاركات داخل البطوله الافريقيه، نتائجه في الفتره الاخيره تعكس مكانه وقيمه هذا النادي. عندما يقول نحن جئنا للنادي الاهلي لنتعلم من النادي الاهلي، لنكتسب خبرات كبيره من النادي الاهلي في كل المجالات، كمان اعجابه الشديد بان النادي الاهلي هو ليس رائد القاره الافريقيه في كره القدم ولكنه رائد الكره الافريقيه في اكثر من 19 لعبه. ال 19 لعبه بيحققوا هم الابطال على المستوى الوطني، هم الابطال على مستوى القاره الافريقيه، بل هو ايضا يعني معجب جدا بان النادي الاهلي كما ان فريق كره القدم للنادي الاهلي حقق 4 ميداليات برونزيه لكاس العالم للانديه وهي البطوله الاكبر على الاطلاق في العالم للانديه. ايضا هذا النادي حقق ايضا في كره اليد مراكز عالميه متقدمه، حقق في كره السله مراكز يعني رياضيه متقدمه في كره اليد في كره الطايره، ويمكن احنا حتى كان هو متابع ان احنا كان عندنا بالامس القريب بطوله كاس السوبر رجال وكاس السوبر سيدات في يومين متتاليين، وكان هناك الحمد لله توفيق من ربنا بان احنا نحصل على البطولتين في يومين متتاليتين. فده بيخليك طبعا في الحقيقه بيخلينا زي ما كابتن محمود وقبل كده رؤساء النادي الاهلي العظماء كلهم، فريق كابتن الفريق مرتجي، كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، علمونا ان ده بيحملنا مسؤوليه اكبر تجاه الاداء، مسؤوليه اكبر تجاه ان احنا نقدم المزيد والمزيد من العطاء. ويمكن احنا النهارده بتوجيه من الكابتن محمود كنا برضو بنعرض له التجارب الفريده اللي عندنا، يمكن هو كان جاء 2014 واحنا كان عندنا بقر الجزيره ومدينه نصر، لما جانا في 2022 بقى عندنا مقرين جداد الشيخ زايد والقاهره الجديده، فهو يعني بيشوف ده بانبهار شديد ايه حجم الأداء.